اقرب ليك. لقيت هذا هو موعدكم كما العاده، ناخذوا فكره على اهم واخر الاخبار الرياضيه، اهم الاحداث الرياضيه خاصه اللي صارت في الويكاند. عوده على مباراه الشبيبه الرياضيه القيروانيه او مباريات الشبيبه الرياضيه القيروانيه البارح بالنسبه لكره القدم وكره السله، وعوده على اهم واخر الاخبار الرياضيه في مختلف الاختصاصات. تسويت في انفو سبور. الانفو سبور في ماتينال الحياه. عبد الله صباح النور ومرحبا. مرحبا بك حسام، مرحبا بالسادة المستمعين على موجات إذاعة الحياة فهم. مرحبا بك عبد الله. دونك كيما العاده باش نرجعوا كيما قلنا على اهم الاحداث اللي صارت في الويكاند هذا، عوده زاده على مباريات الشبيبه الرياضيه القيروانيه يوم امس، اما في كره القدم او في كره السله. عوده على اونس جابر زاده كيف بالنسبه للكره الصفراء والانتصار اللي قامت به اونس جابر بعد خلينا نقولوا الركود بسبب الاصابه وفتره الراحه اللي كانت قضتها بسبب الاصابه. كل هذا واكثر اكيد باش تعرفوا عليه من خلالك انت. مرحبا بك مرة أخرى حسام. نبدأ بكرة القدم والشبيبة الرياضية القيروانية، محور الاهتمام بالنسبة للجماهير الشبيبة. البارحة تلعبت الجولة الثانية ياب من الرابطة المحترفة الثانية، للأسف فريق الشبيبة يعود بنقطة واحدة من بمبلو، خسر زوز نقاط باعتبار الفريق المنافس، والمباشر انتصر على ميدان وعلى جندوبة مستقبل مرسى 3 أهداف مقابل 0. شبيبة البارح حسب تعليق زميلنا السيد الترابلسي انه اضاع عديد الفرص، ما تمكنش من الانتصار، ولو انه الفريق نادي بمبلا كان تم اقصاء لعبه منذ الدقيقه 68 او 58، الشبيبة ما تمكنتش حتى من افتتاح النتيجه. نقطه استفهام كبيره بما انه كل نقطه بحسابها تو تقريبا مازالوا 9 جولات اخيره. الشبيبة المقابله القادمه باش تلعب زاده خارج الميدان امام مستقبل وادي الليل، والمستقبل الرياضي بالمرسى باش يتحول يلعب ضد الاولمبيك. ماتش الصداره توا. المركز الاول للمستقبل الرياضي بالمرسى 28، الشبيبه 26. ما حبثناش نكونوا يعني انه المستقبل ينفرد بالصداره، على الاقل توا اخر فرصه للشبيبه الرياضيه القيروانيه ينتصر في كل لقاءات وينتظر عثره المستقبل الرياضي بالمرسى في انتظار استقبال الشبيبه المستقبل الرياضي بالمرسى في الجوله الثامنه بملعب حمد العويني بالقيروان. ان شاء الله فريق الشبيبه ما يفقدش التركيز، ونداء لجمهور الشبيبه باش يقف ويساند فريق الشبيبه سواء في الحصص التدريبي او في باقي الجولات. كما سمعنا تصريح رئيس الهيئه التسيريه سي مراد بلكحل اللي قال انه الفريق صحيح تعادل البارح ما انتصرش على نادي بمبلا، لكن الامل مازال قائم وتقريبا مازالوا 9 جولات، الشبيبه مطالب الانتصار على الاقل باش الجوله الثامنه يستقبل مستقبل المرسى، ممكن المقابله هذيك اللي باش تحدد اكيد المفيد. المستقبل هذه المرسى يكون بين الفرق بينه وبين الشبيبه ما يتجاوزش على الاقل 2 نقاط، تعرف اذا كان 3 نقاط المستقبل بالمواجهات المباشره هو خير من الشبيبه الرياضيه القيروانيه. على الاقل شبيبه في المقابله القادمه لازم ينتصر، لا خيار سوى الانتصار امام مستقبل. عباره مباراه كاس يعني مباراه نتاع كوب، يا تربح يا تربح ما فماش. واضح. بالنسبه للبرنامج معنا النتائج اليوم امس، اولمبيك مدينه انتصر على امل الركبه هدف مقابل 0، اشرف جمعه كان سجل هدف في دقيقه 95، مستقبل محمديه كان فاز على مستقبل وادي الليل 1-0 هدف غيث الزريبي دقيقه 84، مستقبل مرسى كان انتصر على جندوب الرياضي 3-0 اهداف ماهر نويوي دقيقه 10 وحسني العبيدي في زوز مناسبات 56 و59، اما الجربه كان تعادل مع مستقبل جيبس 0-0، والنادي القربي كان انتصر على نجم الراس 2-1 اهداف النادي القربي ادريس الطبوبي دقيقه 64، عزيز الجمعاوي 84 دقيقه مقابل هدف خليل الخميري الى النجم الراسي دقيقه 73، علما انه حارس النجم الراسي حمزه بن شرفيت صدر ضربه جزاء مصطفى طمني دقيقة 63. هاو نعاود نعطي الترتيب بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية، مستقبل المرسى المركز الأول 28، الشبيبة القيروانية المركز الثاني 26 نقطة، المركز الثالث النادي القربي 20 نقطة، مرتبة رابعة مال الركبة 19، المركز الخامس النجم الراسي 18 نقطة، مرتبة السادسة جندوبة الرياضية 17 نقطة، المركز السابع مستقبل وادي الليل 16 نقطة، المركز الثامن أولمبيك مدنين 15 نقطة، مرتبة 9 مال جربة 14، مركز العاشر مستقبل محمدية 13 نقطة، مرتبة 11 مستقبل جابس 11 نقطة، مرتبة 12 نادي البمبلي 10 نقاط تقريبا حسام، من المركز 12 عنده 10 نقاط،
المركز السابع مستقبل وادي الليل مبدئيا 16 نقطه، يعني تنتصر في زوز مقابله تلقى روحك في المركز السابع، تنهزم زوز مقابله تلقى روحك في المركز 12. علاش انا حبيت نركز على الترتيب هذا؟ بما انه 9 جولات مازالوا، يعني كيما اللي يلعب من اجل الصعود او من اجل تفادي نزول، مقابلات مازالت حاسمه. يعني فريق الشباب لازم يركز في المقابلات القادمه، ينجم تجيه يعني هديه وعثره لفريق مستقبل الرياضي بالمرسى. بالنسبه لباقي الجولات، تعرفوا مستقبل المرسى مشي تحول زوز تنقلات، الاولمبيك مدنين في مدنين، ثم التنقل الثاني في رادس مع نجم الراتسي، والشبيبه يلعب في ود الليل، ثم يستقبل مستقبل المحمديه. ان شاء الله فريق الشبيبه يبقى مركز في باقي المقابلات. نرجعوا للرابطه المحترفه الاولى، اول جوله مرحله تفادي نزول اتلعبت البارح، في الحقيقة 3 مقابلات شهدت 6 أهداف، أما الحمام سوسة كانت تعادل مع نجم المتلاوي 0-0، السيابية فاز على أولمبيك سيدي بوزيد 3-0، مستقبل سليمان ينهزم في ميدانه أمام الملعب التونسي 3-0. الترتيب، الملعب التونسي في الصدارة 7 نقاط، النادي البنزرتي المركز الثاني صحبة نجم المتلاوي 5 نقاط، المرتبة الرابعة مستقبل سليمان 2 نقاط، المرتبة الخامسة ملحم سوسة نقطة، المرتبة السادسة أولمبيك سيدي بوزيد 0. يقول القائل علاش هما لعبوا الجولة الأولى مرحلة تفادي النزول، علاش تقول لي الملعب التونسي عنده 7 نقاط؟ باش نفسر للسادة المستمعين أنه هذوما دخلوا بنقاط الحوافز، يعني الملعب التونسي دخل ب4 نقاط حوافز، النادي البنزرتي دخل ب2 نقاط حوافز، يعني اللي باش يربح ياخذ 3 نقاط، واللي أمل حمام سوسة دخل يعني بصفر من النقاط تعادل خذا نقطة، أولمبيك سيدي بوزيد دخل صفر من النقاط خسر صفر من النقاط، نجم المتلوي اللي دخل ب4 تعادل البارح خذا نقطة يصبح 5 نقاط. هذا بالنسبة لمرحلة تفادي النزول. باش نحكيو كذلك على كرة القدم قبل ما نمشي كرة السلة، نعرفوا الكلاسيكو مقابلة كبيرة باش تكون نهار الجمعة بين السي اس اس والنادي الافريقي في الملعب الطيب لميري بصفاقس، وشفنا انه النادي الصفاقسي منع النادي الافريقي باعتبار انه نتذكر حسام مقابله الكاس الموسم الفارت، النادي الافريقي كان منع النادي الصفاقسي من دخول جماهيره للملعب الا بتدخل وزير الرياضه وقرار جاء من هيئه النادي الصفاقسي المعامله بالمثل، انه باش يمنع جمهور النادي الافريقي باش يدخل للملعب الطيب المهيري بصفاقس في المباراه اللي باش تدور في اطار الجوله الثانيه بين النادي الصفاقسي والنادي الافريقي ان شاء الله نهار 17 مارس. في كرة السلة تلعبوا البارح مقابلة الجولة الثانية مرحلة تفادي النزول، للأسف الشبيبة انهزمت في القيروان أمام الملعب النابلي 77-61، وشبيبة المنازل يفوز على اتحاد الأنصار 80-65. الترتيب بعد 2 جولات، الملعب النابلي في الصدارة 4 نقاط، المركز الثاني كل من شبيبة المنازل وشبيبة القيروانية 2 نقاط، المركز الرابع اتحاد الأنصار نقطتين. الشبيبة في الجولة القادمة باش تستقبل شبيبة المنازل، يعني مواجهة بين زوز فرق أصحاب المركز الثاني، والملعب النيابي يستضيف اتحاد الأنصار، مطالب الشبيبة بالانتصار على شبيبة المنازل، يعني مقابلة مهمة جدا. وبعد إن شاء الله في لقاء الإياب أول جولة ذات اتحاد الأنصار في القيروان، في صورة انتصار الشبيبة رسميا يبقى في البطولة المحترفة الأولى في المرحلة الأولى فقط، يعني فما فريق بركة باش ينزل في المرحلة الأولى ثم نلعبوا مرحلة ثانية، على الأقل الشبيبة تكون حاضرة في المرحلة الأولى وتتفادى النزول الآلي. مازالوا 2 مقابلات في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، شفنا البارح بعض المشاهد وبعض رمي المقذوفات، قلنا وزد أكدنا ونداء جمهور الشبيبة يزيد يعرقل ويزيد الحقيقة معناها فما عقوبات راهي اليوم تنجم تجي للفرع كرة السلة، وتعرفوا ونعرفوا الناس الكل السيتياسيون معناها اللي تعيشها الشبيبة الرياضية القيروانية، خاصة الوضعية المالية، معناها نحاولوا أن يكون فما نوع من الرزانة من قبل الجماهير مهما كانت الاستفزازات اللي تصير على ارض الميدان، ديما نحاولوا انا نكلمي ورواحنا، لانه اليوم كيف نرمي دبوزه هنا ولا نرمي اللي هو في وسط الملعب، دو ان اخلاقيا ما تجيش، دو لا علاقه لها بالرياضه والروح الرياضيه، دو تروا انت ديجا كي باش ترمي حتى دبوزه تترمي في وسط الملعب، ونعرف القوانين صارمه بالنسبه لكره السله والرياضات تلعب داخل الملاعب القاعات، معناها فما عقوبات صارمه من قبل الجامعه، واللي احنا في الوضعيه الحاليه ماناش قادرين معناها اكيد صارمه، يعني نعرفوا انه العقوبات مش تكون صارمه باعتبار رمي القوارير والمقذوفات في القاعه.
يعني بخلاف العقوبة المالية ممكن يتحرم أي فريق في تونس سوى الشبيبة وفريق آخر من جماهيره، ونعرفوا أنه المرحلة صعبة بالنسبة للشبيبة اللي يحتاج الجمهور يعتبر رقم واحد بالنسبة للمقابلات القادمة. مقابلة باش تكون صعبة برشا ضد شبيبة المنازة المنافس المباشر ثم اتحاد الأنصار، هذاك علاش ديما نبهوا أنه العقوبات في كرة السلة مش تكون ردعية وصارمة برشا. نمشي يقول للاتحاد الرياضي المناسيري اللي يلعب من أجل الدفاع عن اللقب بمسابقة كأس الرابطة الإفريقي لكرة السلة والفوز البارح على الملعب المالي 78-68 في المباراة التي أقيمت بقاع دكار أرينا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لحساب المجموعة ذاتها. زاد فاز مجمع الطاقة الرواندي على كوارا فالكوز النيجيري 64-48 في حين كان نادي كرة السلة بأبيجون ليفوري ربح نهار السبت في افتتاح الجولة على الديوان السنغالي 76-70. نذكر يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من زوز مجموعات الأولى والثانية المرحلة النهائية المقررة برواندا، حظ موافق للاتحاد الرياضي المناسيري. باش نختموا بالرياضة العالمية اللي دارت البارح مختلف المباريات، نعرفوا في الدوري الإنجليزي في الدوري الإسباني وكذلك في الدوري الفرنسي. المنتخب خلينا نقوله بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي تنرجو حتى للفرق اللي لعبت البارح بالنسبة للدوريات الأوروبية، بالنسبة للمنتخب التونسي ننتظروا القائمة الرسمية اللي باش يعلن عليها مدرب المنتخب التونسي جلال القادري وعديد اللاعبين اللي ينشطوا في الدوريات الأوروبية باش نلقاوها موجودة مع المنتخب التونسي. هذاك علاش نربط أنه المنتخب الوطني التونسي عديد التغييرات وأسماء جديدة باش تكون صلب المنتخب الوطني التونسي، هذاك علاش مش نعطي تو نتائج مختلف الدوريات الأوروبية اللي فيها بعض لاعبين اللي يلعبوا وينشطوا في مختلف الفرق. فالنسيا كان فاز على أوساسونا 1-0، ريال مايوركا تعادل مع ريال سوسيداد 1-1، إشبيليا انتصر على أرميريا 2-1، فيا ريال يتعادل مع ريال بيتيس 1-1، أتليتيكو بالباو ينهزم من برشلونة 1-0. في الدوري الإيطالي بولونيا تعادل مع لاتزيو 0-0، ليتشي ينهزم من تورينو 2-0، فيرونا يتعادل مع مونزا 1-1، كريمونيزي ينهزم من فيرونتينا 2-0، روما ينهزم من ساسولو 4-3، واليوفي يفوز على سامدوريا 4-2. في الدرجة الألمانية فرايبورغ يفوز على هوفنهايم 2-1، فيردر بريمن ينهزم أمام باير ليفركوزن 3-2، 1-1 بين فولسبورغ وبرلين. وأخيرا بالدوري الفرنسي ستاد بريست ينهزم من بي اس جي 2-1، كليرمون فوت ينهزم من لونس 4-0، أجاكسيو ينهزم من مونبلييه 1-0، أونجي ينهزم من تولوز 2-0، لوريون يفوز على تروا 2-0، 2-2 بين نون تونيس، موناكو ينهزم من ستاد ريميس 1-0، ومارسيليا يتعادل مع ستراسبورغ 2-2. هذه كانت يعني اخر نتائج مختلفه الدوريات الاوروبيه، وكانت هذه اخر اخبار انفو سبور. يعطيك الصحه عبد الله، شكرا لك، ان شاء الله بالتوفيق للشبيبه الرياضيه القيروانيه الفريق الام في باقي مشوار البطوله. نحكيو على كره السله والى زادك كيف نحكيو على كره القدم. شكرا لك عبد الله على كل هذه المعطيات، هذه فكره عامه على اهم واخر الاخبار الرياضيه في انفو سبور. الانفو سبور في ماتينال الحياه. سينو احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في برنامجكم متنا للحياة، خليكم ديما برونشي، خليكم ديما في الاستماع. ذكركم